السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم بإذن الله راح ندير لا سوب تاع الكرومبيط، لا سوب دو شو. لهاد لا سوب واش لازمني؟ عندي الكرومبيط هو الأساسي في هاد الحساء، عندي حبيبة تاع الطوماطيش، هنا عندي شوية تاع الجاج، ماشي لو بلون ولا لي كويس ولا هذا لا كاركاس برك، يعني هذا المكان ماشي حاجة. عندي ندير زوج حبيبات بطاطا، حبيبة بصل، حبيبة قرعة، زوج حبيبات زرودية، وحبيبة طوماطيش كما قلنا. لازمنا فلفل أبيض وشوية تاع الزعترة ولا روند والزعترة، ولا الزعترة ما عندكمش روند ديروا الزعترة وحدها، والملح بيان سور. نبدا ندوزن هاد لاسوب تاعي. هذيك الخضرة اللي راهي مقطعة نديرها لداخل، بسم الله هكذا. والكرومبيط دركا نقطعو هكذا كما يقولوا عشوائيا، راني شللتو بالطبع هكذا، على بالكم ما فيش الروح دوك قباله يدبال هكذا. فوالا ونزيد حبيبه تاع الطوماطيش هكذا كل شيء. وهنا ندير هذيك لا كاركاس تاع الدجاج، ما ننساش بيان سور ندير هكذا، ندير الزبده نزيد شويه. يا اخي نقول لكم لي ليغوم لازم دائما نحمرهم هكذا، نقليوهم في الزبده لا مارغرينا هكذا. نزيد لها نحط قدامكم هنا، نزيد لها شويه تاع الاعشاب العطريه هكذا، شويه تاع فلفل ابيض. دوك ندير لها شويه ملح ونديرها فوق النار تتقلى. هنا عندي ثلاث حبيبات بطاطا، واش حبيت ندير؟ لا سوب تاعنا راهي تتقلى، هنا حبيت ندير شويه البوريك تاع البطاطا بالفرماج. دونك هادو ثلاث حبيبات بطاطا، انا ما نسحقش بزاف، ماناش في غاشي. اللي عنده الغاشي يدير كيلو بطاطا ولا يدير كيما شي، يعني على حسب الغاشي اللي عنده في الدار. دونك واش ندير دوك؟ نقطعها مكعبات، ندير لها شويه تاع الملح ونديرها تغلي. كي تغلي نجو نوجدوا البوراك ديالنا. نشوف الخضره، شوفوا هاي دبالت كامل هنا، دوك نمرقها. بسم الله ميها سخونه، بسم الله الرحمن الرحيم. نغطي الخضره تاعي كامل فوالا، زيد شويه ونخليها طيب في غمضه هكذا، ونغطيها ونخليها تكمل الطيب. البطاطا تاعي راني نحيتها وصفيتها، درك واش ندير؟ ندير لها طريف تاع الزبده هكذا تاع الزبده، هلا ونعبزها كامل. عبزوها وهي سخونه باش ما تقرسلكمش، باش ما ديرلكمش الحبيبات هكذا. ما عندكمش هديه ديروا بالفرشيطه نورمال عادي هكذا، لازم حتى نعبزها كامل. هنا كيما راكم تشوفوا عبزتها مليح، ندير شويه فلفل فوالا. هنا هاني كملت عبزتها بيان، ندير معدنوس بسم الله هكذا، وندير شويه تاع الفلفل ابيض هكذا. بون ما كانلاش ندير لها الملح باسكو غليت البطاطا، غليتها بالماء والملح. هذه دوك نوجدوا البطاطا كامل نكملها بيان، ونبداو نقفلوا البوراك ديالنا. هنا شوفوا هاد الديول صبتهم مربع هما يتباعوا هكذا فوالا، ورقاق مجاوني شبان على بالكم ماشي كبار بزاف. هنا دوك ندير شويه تاع البطاطا
نرفد الطرف تاع الجبن هاهوك، نديرو في الوسط، نغلق عليه شويه بالبطاطا باش ما يخرجليش في المقله هكذا. هنا ونقفل، بسم الله هكذا. زبطوها حبة البوراك باش تجيكم شابة. فوالا ها هي والله هكذا، ها هي حبيبة. نزيدو تانية. إلا لقيتو هكذا الديور كاغي هكذا شريوهم باسكو يساعدوكم وماشي كبار بزاف هايلين. نزيد ندير طرف تاع الجبن داخل، نغلق عليهم بالبطاطا هكذا اللي راهم يصوموا هاد الايامات ان شاء الله. يديروا شيام مليح، ماشي ما فيه لا الحمل والو، فيه غير شويه تاع الفرماج. وتجيب لينا تجي هايله فوالا هكذا. نزبط دائما باش تجيني الحبه مليحه هكذا. دوك انا واش ندير، نكمل نقفل البوراك تاعي كامل ونروحو نقليوه. هنا لا سوب راهي طابت كيما راكو تشوفو. دوك نحي هذاك العنقيق تاع الدجاج وهذيك لا بتيت كاركاس لي راهي لداخل، من بعد نرحيه ونروح نقلي البوراك. درت الزيت يسخن، راني دارتو نار قليله. شوفو البوراك عمرو ما يتعمر كيما البطاطا مقليه. البوراك يجي جوست الزيت شويه برك طالع ماشي بزاف. قد ما ديروا الزيت في البوراك قد ما لحبت البوراك تنحلي لكم، لازم ما تكونش معمره بزاف، تكون غير شويه هكذايا. نزيد نقص كثر فوالا هكذا. نزيروه مليح برك باش ما ينحل لكمش باش تجيكم الشباب فوالا. غير بشوية. شوفوا يا بنات راح نهضر لكم على، يسامحوني بزاف يعني لي يوتيوبرز ولا المؤطرات هكذي هي انفا حنا اللي نديروا الطياب يعني لي شان اللي راهم يديروا القنوات اللي راهم يديروا في الطبخ ويعني وراهم يوريو. شوفوا راكو خواتاتي بالك بنياتي الصغارات راهم شوفوا على الناس اللي راهي توري في لي بلاكار تاعها معمره بالقضيان بالخيورات لي كونجيلاتور معمرين. يا ناس راهم كاين ناس الا فطروا ما يتعشاو، والا تعشاو والله ما يفطروا. كاين ناس ما مش لاحقين بوالو. انا وحده تكون زواليه تحل مسكينه اليوتيوب وتشوف المراه توري لها لي بلاكار ارشي كومبل معمرين بالخيورات ولي كونجيلاتور الله يبارك، واش تحس روحها يعني؟ والله ما تندار والله يعني سانسيرمون. وش علي يستر بنادم ما روحو قال لك لا زين استر روحك من العين، ويلا شين استر فضايحك. بنادم يستر روحو، هذا خير ربي عطاه لك ورزق ربي عطاه لك، تاكليه بالصحه ولهنا ان شاء الله. وش علي انتم عطاكم ربي رزقكم ربي ماشي كم الناس عندهم. واش نقول لكم يعني هذه والله غير شويه نقدروا ما نديروا مشاكل للناس. بالك مره تشوف هكذا البلاكارات كونجيلاتور تنوض مع راجلها تقول له شوف هي وهي وهي، ونديروا مشاكل في يعني في ديار الناس في البيوت تاع الناس. يا واش عليه الله يبارك وتاكلوا بالصحه ولهنا ان شاء الله وربي يزيد لكم الخير على خير. بصح لازم يعني نقدروا الناس اللي ما عندهمش، هذه هي انتم يعطيكم الصحه. وانتم تجي في بالكم باللي مرا اللي عندها الخيورات ما تعرفش تخمل الديبار تاعها امبوسيبل، ولا عندها الخيورات ما تعرفش كيف تسد في الكونجيلاتور تاعها. يا والخير يوري كلش. دونك يعني واش عليه انتم يعطيكم الصحه وريتو، مي دون كوتي فيه ان كوتي مليح مي اللي ماشي مليح اكثر من اللي مليح. هذه برك حبيت نقولها لكم. وانتم يعني ما تزعفوش عليا، راكو بناتي وخياتي وكثير بناتي باسكو سون جون، انني كبيره يعني انني قلت باسكو نسمع الناس يهضروا هذيك شتي واش حطيت ولا تجيبوا غير في العين لعمركم. ربي يبقي عليكم الستر وبقي وستر على عمركم. هذا ما كان هذه اللي حبيت نقولها لكم. بون انا نكمل نقلي. شوفوا كي تقليوه ابيتي فيو لا كولور دي شباب بزاف، جامي تقويو النار تاع البوراك.
شهيتوا اليوم قلت والله غير ندير بوره تاع البطاطا، هاني درتو لكم. البوراك تاعنا بالفرماج راهو واجد كيما راكو تشوفوا فيه، وهذا الحساء تاع الكرومبيط. ان شاء الله هذه الوصفه تكون عجبتكم. ما تنساونيش بالجام ابوني، فعلوا الجرس ان شاء الله باش تكبر لاشين، ونتلاقاو في بوصفه اخرى باذن الله. ما عليا غنقول لكم في امان الله وحفظه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.